السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال الماكرو ايكونومي دو سيمستر 2 بارتي دي زيكزيرسيس، سي لا بارتي 8 لو ما نخدمو زيكزيرسيس. اول نبداو بالاكزيرسيس الاول، هو ديال لي كيدير ماكرو ايكونومي دي كينيز سوا ان ايكونومي كي سون كومبورت دو لا مانيير سويفونت: لا كونسوماسيون 0,6 ايغري زائد 250 اي لانفيسيسمون كيساوي 230. سؤال دو كيل ايكونومي سيجيتي. دونك هنا راه سي هذا سي سي اون ايكونومي فيرمي سون سيكتور بيبليك. السؤال الاول سي اون ايكونومي فيرمي سون سيكتور بيبليك، سون سيكتور بيبليك ولا سي لوكا دان مارشي دو بيان سيرفيس، du bien et service. سؤال تاني تغمين لو روفوني ولا لا فالور دو روفوني دي كيليب. دونك في لاكا هادي كنشدو اي كتساوي سي زائد اي، اي كنعاودو لا فونكسيون دو كونسوماسيون 0,6 اي زائد 250 زائد لانفيسيسمون اللي هي 230. دونك اي نجمعو هادو 0.6 اي زائد 480. Donc y moins 0,6 y كتساوي 480. Donc 0,4 y كتساوي 480. Donc y كتساوي 480 la 0,4. On se voit y حل كتساوي la 180 c'est passé la rampe. 1200. هذا هو le revenu d'équilibre. شو الدوزيام كيستيون؟ سي لي انفيستيسمون اوغمونت دو 40 كيلي لي في سير لو روفوني ديكيليبر. هنا نخدمو بمولتيبليكاتور. ديما مي كيقول لكم هاد السؤال كيلي لي في سير لو روفوني ديكيليبر، يعني هتسبو فارياسيون دو اكريك هو كا في الفارياسيون ديال داكشي اللي تغير. شنو تغير هنايا؟ لانفيستيسمون لو كان قال لكم مثلا ديبونس بوبليك غديرو جي، لو كان قال لكم مثلا تاكس غديرو تي، اكس اكسبورتاسيون هنا دير لك اي. دونك دلتا دو إكريك هنا هاد كا هو واحد على واحد ناقص سي في دلتا دو إي اللي هي هاكا. دونك دلتا دو إكريك واحد على واحد ناقص سي. شنو هي هاد سي صغيرة؟ سي صغيرة هي هاد لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي 0,6 ونضربوها في دلتا دو إي، يعني باش تغير لانفيسمون ب 40. دونك دلتا دو إكريك دونك كتخرج لنا لا فارياسيون 100. هادي هي لا فارياسيون، هذا هو لي في. نقولو سي لي انفيستيسمون اوغمونت دو 40 لو روفوني اوغمونت دو 100، يعني لو نوفو روفوني هو لو روفوني القديم زائد هاد لا فارياسيون اللي حسبنا. لو روفوني القديم خرج لنا فيه 1200، نزيدو ليها 1000 عطينا 1300. الوغ نمشيو ليكزارسيس الثاني. دونك ليكزارسيس الثاني دخلنا جي ودخلنا تي، توجور من كنشوفو لي ديبونس بيبليك و لي روسيت فيسكال سيتادير لي زامبو ولا لي تاكس، راه كنتكلمو على ايكونومي افيك سيكتور بيبليك، يعني لانتروديكسيون دو ليتا. دخلنا الدولة، دخل الدولة كتدخل بالبيجي ديالها، والبيجي ديال ليتا، البيجي ديال ليتا هو الفرق، البيجي ديال ليتا هو التاكس موا لي ديبونس بيبليك. الوغ السؤال الأول غير هنا ردو البال، راه ملي كتكون ليتا في ليكونومي راه ايكغيك في الفونكسيون دو كونسوماسيون ما كنديرش ايكغيك، كنديرو ايكغيك دي. افيك ايكغيك تي كتساوي ايكغيك موان تي. سنردو على البال هادي. نبداو بالبروميييغ كيستيون ديتيرميني لا فالور دو روفوني ديكيليبر. دونك ايكغيك هو لا كونسوماسيون زائد لانفيسيسمون زائد لي ديبونس بيبليك جي، كنزيدو جي. ايكغيك لا كونسوماسيون هي 0,6 ولكن حنا غنديرو ايكغيك ناقص تي، خاص ايكغيك دي ايكغيك ناقص تي هو 100 زائد 80
ديال لا كونسوماسيون انكومبريسيبل، هادي لا فونكسيون دو كونسوماسيون، غير بلاصة إكغيك دي كتبنا إكغيك ناقص تي، زائد لي زانفيستيسمون اوتونوم 100 زائد لي ديبونس بيبليك 120. الوغ إكغيك نجيو ننشرو 0.6 إكغيك ناقص 60، هادو جمعناهم دونك 100 زائد 120 زائد 80 هي 300، دونك زائد 300، دونك هادي تمشي عند هادي، يعني إكغيك ناقص 0.6 إكغيك كتساوي هادي 240، دونك 0.4 إكغيك كتساوي 240، يعني إكغيك هي 240 على 0.4، دونك إكغيك مصفوفة تطلع 600. داكوغ، المهم كنلاحظوا باننا عطاونا واحد ليكيليب دو بلان امبلوا، يعني باش يكون ليكونومي في بلان امبلوا خاص لو غوفيني ديكيليبر يكون اكبر من اكبر كيساوي 700، ولكن حنا لو غوفيني خرجنا على 600، دونك اون اغريك ايغال 600 اصغر من ليكيليبر دو سوزون دو بلان امبلوا، دونك ايل ساجي d'un équilibre de sous-emploi. Baqi ma wsselna le plein emploi. De sous-emploi. Hada haka kanti kanqoulou. Mchi ssoual tani. Qal lik de combien doit l'État augmenter les dépenses publiques pour réaliser l'équilibre de plein emploi. Alors, hna kanخدmou bel multiplicateur. Mhem, toujours delta de y كتساوي ك في دلتا دو جي، حيت قالوا لنا لي ديبونس بيبليك، الفاريسيون دي ديبونس بيبليك. دابا حنا كنقلبوا على هاد دلتا جي شحال كتساوي، شحال خصها تزيد الدولة ديبونس بيبليك. هاد ك راه ساهل نحسبوه، هو الميتيبليكاتور، ودلتا دو إكغيك تاهي ساهل نحسبوها، حيت دلتا دو إكغيك شنو كتساوي دلتا دو إكغيك فهاد لوكا، دي هو الفرق بين لو غوفوني دو بلا أمبلوا لو غوفوني ديكيليب اللي حسبنا، هي 700 ناقص 600 يعني كيساوي 100، يعني لو غوفوني خصو يتزاد ب 100 باش نوصلو لبلا امبلوا. حنا دابا كنقلبو على ديلتا دو جي، اوكا لو ملتيبليكاتور كملتيبليكاتور هو واحد على واحد ناقص سي، غير ردو البال واحد الملاحظة مهمة بالنسبة للملتيبليكاتور، واحد الغومارك، ملتيبليكاتور راه نورمالمون هو واحد على واحد ناقص سي، هذا الملتيبليكاتور بيجيتار ديال جي، هذا الا كانت تي ني با اون فونكسيون، اون فونكسيون ماشي فونكسيون، ولكن كاين شي بعض المرات شي تمارين كيعطيكم تي على شكل فونكسيون، كيكون واحد تي زيرو زائد واحد تي صغيره في اكغيك بحال هكا. هنايا هاد الطقس عنده واحد التاثير على الملتيبليكاتور، كيولي الملتيبليكاتور داير بحال هكذا، واحد ناقص سي زائد سي فوا تي، هذا الا كان هادي، ولكن حنا في التمرين ما عندناش، عندنا تي على عندنا تي اوتونوم تي زيرو، دونك سوبوزون عطاونا تي شي حاجه راه خصكم تحسبوا الملتيبليكاتور بهذه الطريقه، حتى داك الملتيبليكاتور دانفيستيسمون اللي خدمناه في التمرين الاول خصكم ديروا هكا، سوبوزون خصنا نديروا دي ارور حيت كاين واحد لي في ديال الفونكسيون دا دامبو. دابا حنا ما عندناش، يعني نخدموا غير بهادي، يعني واحد على واحد ناقص سي، يعني واحد على واحد ناقص سي صغيرة هي 0.6، يعني غتساوي لنا 2.5، هذا هو الميتيبليكاتو 2.5 حيت واحد على 0.4، دونك حنا بغينا دلتا دو جي، دونك دلتا دو جي هو دلتا دو إكغيك على ك، يعني دلتا دو إكغيك هو 100 و ك 2.5 ونقسموهم غتخرج لنا 40، ها هو الجواب 40، يعني باش نحقو لو بلان امبلوا ليتا دوا اوغمونتي لي ديبونس بيبليك دو 40، المهم هذا هو الجواب، المهم هادشي اللي عندنا بوغ هاد لابارتي دو جوردوي، نتمنى انكم استفدتم من هاد ليكسبليكاسيون، شكرا للمتابعة ديالكم والى اللقاء.